أكد نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية دكتور عبد الله الوادعي على أهمية الخدمة الطبية المقدمة من قبل الفريق الطبي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب للأشقاء اليمنيين وأثرها في نفوسهم. اليوم الرابع الحمد لله للمهمة، ووصلنا إلى 45 حالة في هذا اليوم جراحية، منها تقريبا 7 أو 8 حالات كانت حالة طارئة مباشرة قادمة من الجبهة، جرحى من الجبهة مباشرة. نعم. الفريق الطبي الحمد لله يعمل على مدار الساعة في حاجة الجرحى. العمل في مستشفيات مأرب، هيئة مأرب ومستشفى الكرى كما أسلف. بفضل الله نحن سعداء بهذا الإنجاز، وسعادة الناس وترحيبهم كان صراحة مثار إعجاب على رأس النائب الرئيسي زيارة للفريق وتشجيعه وترحيبه بالفريق ومحافظ مأرب أيضا وأهالي الموجودين والطاقم الطبي الذي هيئة مأرب الحديدة، كان أثرها جميل جدا وتثبت في الناحية الإنسانية النبيلة. دعا وزير الإعلام